المعدلات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي في المغرب، الفرع الجهوي لجهة فاس مكناس، التحقنا في معبر القلقلات لنعبر عن تأييدنا وتثميننا لكل الخطوات الملكية ولكل المبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة، وكذلك لنعبر عن تثميننا لما قامت به قوات الدرك وقوات الجيش الملكي في سبيل تأمين هذا المعبر الحيوي. في البداية أطلب من الجميع أن نقرأ الفاتحة ترحما على روح شهداء الوحدة الوطنية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأدعوكم جميعا للتعبير عن حبنا لوطننا من خلال ترديد النشيد الوطني. من بيت الأحرار مشرق الأنوار، منتدى السؤدد وحما، منتدى وحما، عيش في الأوطان للعلا والنوى، إلى كل جناح ذكرى كل لسان، بالروح بالجسد هب فتى، هب نداء في الفم وفي دمها وكترى نور ونار. إخوتي هيا ارعونا سعيا، نشد الدنيا أننا نحيا بشعار الله الوطن الملك. وكذلك سوف نردد قسم المسيرة. السلام عليكم. صفتي كرئيسة جمعية الأيادي المتضامنة لذوي احتياجات خاصة فرع مكناس، اليوم الوجود ديالي فرحانة بزاف بالوصول ديالي للقرقارات، يعني وتنشكر السي إسماعيل الهلالي بصراحة اللي كان زعما هو السبب بأن الجمعية تكون حاضرة وناضرة وتبين هي على الروح المواطنة ديالتها، وتنشكروه بصراحة على يعني كيفاش يعني جابنا، كيفاش زعما كان معنا في يعني من ناحية التغذية ولا من ناحية المشروب، يعني ما خلناش نحسوا باننا كاين واحد التعب. تنشكروا هذا ضروري، خاصنا نعطيه واحد الشكر كلمه في حقه. وبالنسبه انا تنشكر رئيس المنطقه ديالي السي الباشا محمد عبد العزيز اللي بصراحه في المنطقه 12 البرج مولاي عمر، تنشكروا بزاف، وتنشكر الاعوان السلطه، وتنشكر ولايه الامن، وتنشكر السي العامل ديالنا ديال عمله مكناس السي الصبار عبد الغني، وتنشكر المجتمع المدني، وتنشكر المنابر الاعلاميه، وتنشكر المغرب العربي بريس. بصفتي رئيسة للفرع الإقليمي مكناس للمنتدى المغربي الدولي للشباب الوطني، وبصفتي رئيسة للفرع الجهوي لجمعية السلام للإبداع والتنمية، ومنسق إقليمي لجمعية أوفياء العرش العلوي المجيد داخل وخارج أرض الوطن، اليوم من قلب معبر القرقارات نتمن عاليا التدخل القوي والصارم الذي قامت به القوات المسلحة الملكية من أجل الحد من الاستفزازات التي بدأت من سنة 2016 من طرف صردمة البوليزاريو التي كانت تعيق حركة تنقل المدنيين على حد سواء، المدنيين والشاحنات على حد سواء. وإذ أننا نتمن عاليا هذا التدخل ونؤكد على أن الصحراء مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اليوم نحن جد سعداء بتواجدنا هنا في معبر القرقارات، المعبر الحدودي للأقاليم الجنوبية والرابط ما بين موريتانيا والمغرب. اليوم نحن نتواجد
بعد عبورنا لعدة مدن جنوبية كالداخلة والعيون. اليوم كنتواجدوا بهذا المعبر الحدودي الذي كان هو تنظيم قافلة وطنية من قبل المكتب الجهوي للجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي لجهة فاس مكناس. هذه الزيارة أو هذه القافلة لهذا المعبر هي تعبيرا ولو بشكل بسيط لروح الانتماء والوفاء لهذا الوطن الأبي. نحن كذلك داخل هذا المكتب الجهوي للجامعة المغربية كانت مشاركة بعض الفعاليات الجمعوية وكذا الإعلامية في هذه القافلة انطلاقا من مدينة مكناس إلى المعبر الحدودي. إن تأمين هذا المعبر الحدودي جاء في حق مشروع تام. إن تأمين هذا المعبر من قبل القوات المسلحة الملكية جاء في احترام تام للقانونية الشرعية الدولية، وهذا ما يؤكد على المغرب أنه استنفذ جميع الحلول وجميع الاتفاقيات التي كانت تنظمها الأمم المتحدة، وهذا التدخل جاء كذلك في تأمين للشاحنات والأشخاص. نحن داخل المكتب الجهوي للجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة نساند ونتضامن مع الجيش المغربي الباسل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.